صدقة، وحتة ان انت ماشية معاها دي ما تقطعيش، يعني لو انت بتدعي كملي دعاء ما تقطعيش منها خالص، وفي خير داخل عليك ان شاء الله باذن الله. وعلى حسب كيلو السمك، يعني مثلا اقول لك مثلا كيلو، لو كيلو واحد في خلال الشهر اللي احنا فيه ده مثلا 2 كيلو كده، احسبيها كده الكيلو بيبقى شهر، والله اعلم. مكة بتقول أو بيقول: لو سمحتي يا دكتورة صوفيا، أنا والدي متوفي والحلم ده بيتكرر كل يوم تقريبا، خير والحلم إنه هو أنا بشوفه وأحضنه وأقول له: إزيك يا بابا، أنت وحشني قوي، أنت أمامي بجد. بتقول بيقول لي: أنا كنت مسافر، ويطبطب عليا ويقول لي: ما تزعليش. وساعات يقول لي: أنا دلوقتي عرفت أنت بتحبيني قد إيه. الله، رؤية جميلة طبعا، إن شاء الله طول عمر ليها. حضن الميت للحي معناها عمر طويل، معناها يعني ربنا هيبعت لها حاجة هتطيب خاطرها. الأب والأم بتبقى مصدر الحنان والأمان، فإن شاء الله عريس هيبقى في مقام الوالد، هيأمنها يعني، تمام، هيبقى في خير ليها الفترة الجاية بإذن الله. الله. طيب معانا مين؟ غادة، أهلا بيك يا غادة. اهلا بيك، السلام عليكم، ازي حضرتك؟ أهلا الله وسهلا، يسلمك، الحمد اهلا لله. بيك. مع اذنك ممكن اكلم دكتوره صوفيا؟ اه اتفضلي. أهلا بيك، شكرا. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ عامله الحمد ايه؟ لله، وحشانه. الله يخليك يا حبيبتي، شكرا. الله يحفظك. بعد اذن حضرتك ليا رؤيتين. اول واحده، انا والدتي متوفيه وعندي ولد وبنت متزوجه، يحفظهم. حلمت ان انا بشتري، نزلت عند واحد، سبت مامتي كانت قاعده معايا في البيت ونزلت عند واحد